بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الإماراتي الصراع الليبي والتصدي لنفوذ إيران في المنطقة، وذلك خلال زيارة للإمارات. تأتي هذه الزيارة عقب اتفاق بوساطة أمريكية هذا الشهر أصبحت بموجبه الإمارات ثالث دولة عربية توافق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. كما زار بومبيو المنامة، وقال العاهل البحريني إن بلاده ملتزمة بمبادرة السلام العربية التي تنص على قيم دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات. وكان بومبيو قد أنهى زيارة إلى الخرطوم أمس، أعلن إثرها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن الحكومة الحالية لا تملك تفويضا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وبعد وصوله إلى الإمارات بوقت قصير، مايك بومبيو يعود مرة أخرى إلى البحرين مغادرا أبوظبي من غير أن يدلي بأي تفاصيل عن سبب المغادرة السريعة. للمزيد من التفاصيل والتحليل حول هذه الزيارة وهذا الموضوع، ينضم إلينا من روما أنطونيو أوكيتو، باحث في مركز الخليج. أهلا بك سيد أوكيتو. بداية، يعني جولة شرق أوسطية لمايك بومبيو لمجموعة من الدول التي كانت تحوم حولها فكرة أنها جاهزة مباشرة للتطبيع بعد قيام الإمارات بهذه الخطوة، ولكن بعد ردود الفعل التي تبعناها سودانيا وبحرينيا، هل يمكن اعتبار هذه الجولة فاشلة بالنسبة للمساعي الأمريكية أم هناك ما بعدها؟ إذن هذه بكل تأكيد بداية، كما قلنا بأن هذه هي زيارة تهدف إلى جلب المزيد من الدول العربية للوصول إلى صفقة أو اتفاقية مشابهة لما قامت به أبوظبي مع إسرائيل اليوم. نرى بأن ردود الفعل قد كانت غير متوقعة مثل ما حصل في الخرطوم، ولم يكن هنالك انفتاح كما توقع بومبيو، ولكن في البحرين علينا أن نفهم بأن البحرين وقبل أن تقوم بأي قرار بهذا الصدد فإن الموضوع لا يتعلق بمقاربة الإمارات العربية المتحدة، ولكن أيضا بما تقرره جارتها المملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية ومنهجها حتى اليوم قد كان يتعلق بدعم مبادرة السلام العربية ولا يتعلق بدعم مسار مشابه لمسار أبو ظبي. وحتى الآن إن رد الفعل لم يكن رد الفعل الذي كان يأمل بومبيو بالحصول عليه، ولكن نتوقع نحن يمكننا أن نتوقع بأن الأمريكيين سوف يستمرون بعملهم مع هذين البلدين. طيب، ولكن الآن سيد أنطونيتو، ما هي أوراق الضغط التي تمتلكها الولايات المتحدة إذا ما بدأنا بالحديث عن السودان ورغبة السودان الآن في أن يزال اسمها من قائمة الإرهاب بالمجمل؟ إذن عندما يتعلق الموضوع بالسودان على وجه الخصوص فإن الأمر واضح، ونرى عندما تحدث مع الجنرال ومع حمدوك أيضا من المرجح أن نرى بأن بومبيو سوف يلعب ورقة إزالة السودان من قائمة الإرهاب من أجل دفع السودان للموافقة على الخطة الأمريكية في المنطقة، وبالتالي تطبيع العلاقات مع إسرائيل في المنطقة العربية. وقد تكون مبادرة أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دور الوسيط أو دور الطرف الذي يضغط على غيرهم، وخاصة الآن على مثلا عبر لعب هذه الورقة مع إثيوبيا التي تشكل ضغطا على السودان ومصر وفقا لطبيعة العلاقات مؤخرا بين البلدان الثلاثة. ويمكن للدبلوماسية الأمريكية أن تقوم بالعديد من الأشياء للضغط على السودان من أجل الموافقة على الرؤية الأمريكية للمنطقة.
إن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف يكون مساعدة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت الولايات المتحدة القيام بذلك. الأثمان المدفوعة مقابل هذا التطبيع، وخاصة إذا ما ذكرنا الآن الإمارات والخلافات التي يتم الحديث عنها مؤخرا بشأن رغبتها في الحصول على طائرات F-35، وهي ما يرجعه بعض المتابعون هي السبب بأنه ربما بقاء مايك بومبيو في أبو ظبي لم يتعدى الساعة أو الساعتين. هل سنشهد يعني خروج هذا الخلاف بشكل أكبر إلى السطح؟ حسنا، أعتقد أن هذه النقطة نقطة مهمة يجب أن نأخذها في الحسبان. فالإمارات العربية المتحدة قد بنت سمعتها في المنطقة على أنها حليف أساسي قوي للولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم دعما عسكريا للقوى العالمية العسكرية، ولا يمكن لأي طرف آخر في المنطقة أن يقوم بالشيء نفسه. وصفقة شراء طائرات F-35 قد تكون من بين هذه الأمور التي يتفاوضون عليها. وكما قال الرئيس ترامب، فإن الإمارات العربية المتحدة هي من الأطراف التي يحتمل أن تشتري هذه الطائرات، وذلك بناء على ما ستقوم به مع إسرائيل. ولكن مسار الأحداث وكيفية تطورها يدل بأن الإسرائيليين يمكن أن يخففوا من موقفهم في الأشهر القادمة، ويسمحوا للإمارات العربية المتحدة أو أن لا يعارضوا بيع الولايات المتحدة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة طائرات F-35. ونرى بأن الإمارات تصر على تحديث جيشها، وأيضا الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية تريد أن تجد زبائن جدد يشترون أسلحة منهم، وهم طالما تلك الطائرات هنالك وطالما أن الإمارات العربية المتحدة مهتمة بشرائها، فهذا سوف يكون أحد العوامل التي سوف تحدد الأمور في الأشهر القادمة. شكرا لك من روما أنتونينو أوكيتو، باحث في مركز الخليج.